ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، بل ذبح الأضحية أفضل من التصدق بأكثر من ثمنها لكونها عبادة مخصوصة. والقاعدة عند أهل العلم أن عبادة الوقت هي المقدمة، والمقصود بعبادة الوقت أن الله جل وعلا قسم العبادات إلى أنواع، منها العبادات المطلقة التي لا ترتبط لا بزمان ولا بمكان، بل المسلم يستطيع أداءها ويطلب من المؤمن أن يفعلها في كل وقت. على سبيل المثال النفل المطلق من الصلاة أو الصيام، فمتى ما شاء المسلم أن يصوم صام باستثناء الأيام التي نهينا عن صيامها كأيام العيد. وأيضاً الصلاة له أن يصلي متى شاء باستثناء الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. فهذه تسمى عبادات مطلقة. وهناك عبادات مؤقتة أقتها الله جل وعلا بميقات محدد وبموعد محدد. فالعبادة المخصوصة في هذا الوقت المبارك كما ذكرنا وهو يوم الأضحى، عبادة هذا الوقت وفريضة الوقت هي ذبح هذه الأضحية. ولهذا نص أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، بل أفضل من التصدق بأكثر من ثمنها.